السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في تقنية اسمها ستيبل ديفيجن، التقنية دي أصبحت موجودة في مواقع كتيرة جدا لأنها أوبن سورس، فالكود تقدر تاخده وتحط بعض التعديلات عليه أو بعض القيود أو تعمله تطبيق أو تعمله واقع نت زي ما أنت عايز. فده مثلا ده الموقع الرئيسي ستيبل ديفيجن ويب، ماشي. ده هننزل، أنا هنزل عندي جوجل بلاي، وهنزل برضو حاجة عاملينها تانية اسمها أنيمي ماستر. ان شاء الله نبقى نجربهم كده مع بعض. هتلاقي هنا البلاي جراوند، لو انت عايز تطبق حاجة تكتب اي تكست هو يبدأ ان هو يعمل لك الصورة، بقى تكتب تكست وتقول له جنريت ايمج فهو يبدأ يعمل لك الصورة. فعمل لي فعلا وردة زرقاء في وسط التلج زي ما انا قلت له. دي صور هو كريتها مش موجودة من قبل كده. وفي اوبشن لو انت عايز تتحكم في عدد الصور اللي تطلع، عدد الستيبس، السيد دي معناها هيلتزم بمقدار قد ايه بالصورة الأصلية أو بالكلام الأصلي أو يطلق العنان للخيال بتاعه. طيب بعد كده ممكن نلاقي مثلا عندنا الفيتشر بيبدأ يشرح ايه الحاجات المميزة في الموقع. طيب هتلاقي برومت جنريتور يقدر يساعدك في ان انت تعمل برومت، تمام. يعني ممكن تكتب تكست صغير هو يبدأ يعمل لك بقيه التكست. طيب عندنا حاجه اسمها كنترول نت. كنترول نت دي تقنيه موجوده في الستيبل ديفيجن، عباره ان هو بيحدد الخطوط الاساسيه للشكل اللي انت عايزه. يعني ممكن مثلا تدي له صوره ياخد منها شكل الوضع بتاع الشخص نفسه ويبدا يكريت لك الصوره زي ما انت عايز. فدي الفكره، ممكن تدي له صوره يحولها لك لصوره تانيه، او تدي له تكست يحولها لك لصوره وهكذا. فكنترول نت بيدينا تحكم في موضوع الستيبل فيجن او تكوين الصور من خلال البرومت. طيب تعالى ندخل بقى على موقع تاني اسمه ستابيليتي اي اي، هو برضو معتمد على الستيبل فيجن. تقريبا 90% من المواقع اللي بتحول البرومت لصور معتمد على تقنيه الستيبل فيجن، وهي اوبن سورس بتقدر تسطبها عندك على الجهاز بتاعك بدون اي مشاكل خالص. يعني تقدر تسطبها بس هي بتاخد شويه مساحه تقريبا 12 جيجا حاجه كده، تمام. تقدر تعلم على جزء من الصورة وتقول له الغه لي، يعني تخلي مثلا المبنى وكل الخلفية اللي حواليها تتغير بشكل بسيط.